أرجوك أنك تتابع الفيديو هذا للأخير لأنه مهم جدا وما راح أطيل عليكم بكلمتين بسيطة. الناس محبين العطور أشخاص راقين بالغالب، لكن بعض الناس يجهل شروط وآداب التطيب. والتطيب يا أخوان له شروط، ومن ضمن هذه الشروط أنك تستخدم العطر في وقتها المناسب، سواء الفصل المناسب أو المكان اللي أنت رايح له. يعني مثلا رايح مناسبة تستخدم عطر رسمي، أما أنك تستخدم لي مخلطات ودهن عود وأنت رايح الدوام كذا أنت خالفت هذه الشروط. أنت شخص غير مبالي، يرونك الناس شخص غير مبالي، وبعض الناس يرونك شخص جاهل، فأنت ما تحب أنك تكون بهذه الطريقة، خصوصا أنك شخص محب للعطور وبالغالب أنك شخص راقي. فاستخدم العطور بأوقاتها المناسبة. الصيف يحتاج عطور معينة اسمها العطور الصيفية، الشتاء يحتاج عطور معينة اسمها العطور الشتوية، وكذلك المناسبات نستخدم العطور الرسمية. في ناس ممكن يقول لي يا ماجد هذه الشركات قاعدة تسوق علينا ما في عطور شتوي ما في عطور رسمي. لا، أنا بأجيبك بالدليل القاطع عشان أنت تقتنع. مثل ما أن في عطور نسائية وفي عطور رجالية، أيضا في عطور شتوية وفي عطور صيفية. وبعطيك مثال بسيط جدا، زيت السيارات حق المكاين ليش عليه درجة الحرارة؟ ليش الشركات ما تبيعه وخلاص؟ ليش يحطون درجة الحرارة؟ هل هو تسويق؟ لا، لأن كل زيت وقت استخدام. يعني إذا أنت في القطب المتجمد الشمالي يعني الزيت يختلف تماما، يكون تحت الصفر يتحمل درجة برودة عالية، هنا عندنا في الخليج بالعكس يتحمل درجة حرارة عالية مع أنه هو زيت في الأخير. فالزيت هو زيت، سواء كان زيت عطري، لأن العطر بالأصل هو زيت، زيت عطري، زيت للطبخ، زيت سيارات، كل هذه تتفاوت فيها درجة اللزوجة ودرجة تفاعلها مع الحرارة والبرودة. فالعطور هي من هذا المنطلق، اعتبر أن العطر هو زيت. ممتاز، مع فارق التشبيه يعني بين زيت السيارة وزيت العطري، لكن هو في الأخير في الأصل زيت، هذا زيت عطري وهذا زيت ميكانيكي. فأنت الآن بعطيك مثال وجربه على نفسك. أنت عندك عطر صيفي تستخدمه دائما، يجلس في الصيف 5 ساعات، تعطر فيها الآن مع الجو البارد الشتاء، إذا جلس ساعتين لك الحق، راح تسأل نفسك ليش؟ لأن هذا عطر صيفي يحتاج جو حار عشان يعطيك هذا الأداء الممتاز، وكذلك الفوحان الحلو للعطور الصيفية. العطور الصيفية أيضا لها ميزة أن هذه العطور بالغالب تكون جوكر مناسبة لكل الأوقات، يعني ما راح تضايق الناس لو تعطرت فيها في الشتاء. بس وش عيبها في الشتاء؟ يقل أداءها، مو مثل الصيف. العطور الشتوية مناسبة للشتاء فقط، إذا استخدمتها في الصيف هنا مشكلة كبيرة، راح تتغير ريحتها، راح تزعج الناس اللي حواليك، راح أنت تحس أن العطر أول ما ترشه وبعد ساعة راح تتغير ريحته، تحس أن ريحته بالعربي خايسة. ليش؟ لأن هذا مو وقت استخدام هذا العطر. العطر هذا يتفاعل مع البرودة العالية. الناس كثير يحبون العطور الشتوية لأن فيها عمق وفيها تنوع وفيها فخامة، لكن للأسف يستخدمونها في أوقات غير مناسبة لها. كذلك عطور المناسبات، أنت لما تروح الدوام بالمخلطات ودهن العود صباحا، أو تروح المستشفيات أو إلى آخره، هذا بالعكس هذا شيء سيء جدا. الناس ينظرون لك أنك شخص جاهل أو غير واعي أو غير مبالي، فأنت لازم تحرص على هذا الأمر، خصوصا أنك محب للعطور. العطور الرسمية تناسب المناسبات، الأماكن المفتوحة، لأنها بالغالب تكون عطور قوية، فوحانها قوي، تحتاج مساحات. أما الدوام اللي في مكتب 5 في 6 وتكتم اللي حواليك، هذا غلط. هذه عدة أمور لازم أنت تكون واعي لها. نقطة أخيرة عشان ما أطيل عليكم، لا تعتمد على البائعين، لأن للأسف أغلب البائعين من حسب تجربتي ما عندهم أي معلومات تخص هذه العطور وأوقات استخدامها. أحيانا ينصحك بعطر شتوي يقول هذا رسمي، وأحيانا ينصحك بعطر صيفي يقول هذا شتوي، ونصيبة إذا نصحك بعطر شتوي وقال هذا صيف. هنا الكارثة، هنا الكارثة. العطور الصيفية زي ما قلت لك تستخدمها في أي وقت، لكن الشتوية محصورة في وقت محدد، وكذلك العطور الرسمية محصورة في وقت محدد. فكرما منك أنك تبحث عن هذه المعلومات وتطلع بنفسك. وأيضا أنا نزلت فيديوهات كثير الفرق بين العطور الشتوية والرسمية وغيري كثير، مو بس ماجد اللي يتكلم عن هذه الأمور، الأنترنت واسع، تقدر تبحث وتثقف نفسك وتكون شخص محب للعطور راقي جدا.